السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي الكرام، أخواتي الفاضلات، وصلنا معكم إلى نهاية هذا المنهج، منهج الشبكات الأكاديمي. بدأناه معكم قبل سنة وعشرين يوما تقريبا، يعني كانت بتاريخ 2/4/2017. بداية أحب أعتذر من كل الأخوة والأخوات اللي طولنا عليهم. يعني في البداية كان هناك نية أنه نقوم بشرح الفصول الخمسة الأولى فقط من الكتاب، اللي هو النتورك كمبيوتر نتوركينج توب داون أبروتش. بعد ذلك جاءتنا طلبات لإكمال الفصل السادس ثم السابع ثم الثامن، وبحمد الله تعالى اليوم أكملنا في نهاية الفصل الثامن. طبعا وردتنا الكثير من الأسئلة حول أنه ما هي الأهمية وما هي الفائدة لهذا الكورس، هل نستطيع الاستغناء به عن كورسات سيسكو أو مايكروسوفت أو جونيبر أو مايكروتيك أو غيرها، هل هو مفيد فقط للجانب الأكاديمي، هل هناك تطبيقات عملية له. في الحقيقة يعني أنا سبق أن طلعت على مناهج مايكروتيك ومايكروسوفت وسيسكو لأساسيات الشبكات، وحتى يعني الكومتيا نتورك بلس. أستطيع أن أقول بثقة أنه هذا الفصل يستطيع يعني أن يكون مقدمة قوية جدا لكل هذه المناهج، بحيث أنه يعني دراسة هذا المنهج لطلبة الجامعات المختصين في هندسة الحاسبات أو علوم الحاسبات أو هندسة الشبكات، طبعا هو جزء كبير من المنهج. وطبعا بعد ذلك يعني تستطيع يعني بفهم هذا المنهج والاطلاع عليه وفهمه بشكل صحيح سواء النظري او العملي الخاص به، بعد ذلك راح تكون مؤهل بنسبة كبيرة جدا انه يعني تكون يعني فرصك في فهم والنجاح بالمناهج الشركات الاخرى راح تكون اكبر بكثير. واذا تلاحظ انه يعني نتورك بلس وسيسكو سي سي ان اي ومايكروتيك ومايكروسوفت، يعني كلها لا تستطيع الاستغناء عن هذه الأساسيات. ولكن أيضا يعني في بعض الأحيان تلاحظ أنه يقوم بشرح المفهوم بشكل سطحي، لأنه يفترضون أنك بالأصل تعرف هذه الأمور. فكل الأمور اللي شرحناها في هذا الكورس سواء كانت الجزء النظري أو الجزء العملي الخاص به مهمة وضرورية جدا، أولا للنجاح في الجانب الأكاديمي لأنه هي مطلوبة ضمن المناهج، وثانيا هي مفيدة لكل مختص ومهتم بجانب الشبكات مهما كان تخصصه، يعني سواء كان من جماعة مايكروسوفت أو مايكروتيك أو مثل ما ذكرنا جونيبر نتورك بلس أو أي نوع من أنواع الشبكات الأخرى. هذه المفاهيم اللي شرحناها في هذا الكورس راح تكون مفيدة ضرورية جدا للكل. أيضا يعني أنا لا أدعي أنه اللي تم شرحه في هذا الكورس هو كافي 100%، ولكنه راح يكون يعني خير عون للمهتمين بهذا المجال. معرفة هذه المفاهيم مثل ما ذكرنا مفيدة للكل، وإن شاء الله أنت تكون يعني أنت حسن ظن الجميع، وانتظرونا في الكورسات القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا، مع السلامة.